أهلا بكم مشاهدينا وكلام معقول. سنة تقريبا من عمر الحكومة وشركاء الإطار من الكرد والسنة يتحدثون عن سياسة التنسيق وتنصله من الاتفاقات اللي شكلت الحكومة، لكن وين الخلل؟ ومن الذي يقف حجر عثرة أمام المتحالفين؟ أزمة كركوك كشفت زيف بعض الجهات وبانت على حقيقتها، وصار القضية واضحة جدا، في حين بعض المراقبين يتوقعون حصول مفاجآت قادمة في مناسبات ومدن أخرى. هذه الأزمة رجعتنا بالذكرى إلى نصيحة أمريكية لشركاء إدارة الدولة من الكرد والسنة قبل طبعاً كم شهر، من قالوا لهم إذا تريدون مطالبكم تتحقق تفاوضوا مع طهران مباشرة. يبدو أن هذه النصيحة فعلاً صار وقتها، خاصة المصادر تتحدث عن أن الضغوط الأخيرة على الإقليم سببها الجارة الشرقية اللي تريد إنهاء وجود معارضيها في كردستان، بمعنى المخطط الإيراني والمنفذ ولائي، اللي هواية إشارات كردية قالت بأن شرارة الفتنة الأخيرة في كركوك هم ذات الأشخاص اللي ينفذون هذه المخططات واللي لم يكن غرضها مصلحة العراق بل هو ابتزاز الإقليم لصالح إيران. بالمقابل كل ردود الفعل متوقعة، وربما عمر الشراكة اللي بائتلاف إدارة الدولة انتهت سريعا، خاصة وأن حكومة الإقليم وجهة دعوة للمجتمع الدولي لأجل مساندة كردستان لنيل حقوق الدستورية واستحقاقات المالية بموجب الدستور والاتفاقات الموقعة. ظهر الأمور حمت والقادم أكبر.